وللوقوف أكثر على تطورات المشهد في أوكرانيا مع تصاعد حدة التوتر على حدودها مع روسيا، ينضم إلينا عبر سكايب من كييف رئيس شبكة الأوراس الإعلامية للدراسات الاستراتيجية أوراغ رمضان. أهلا بك معنا سيد أوراغ. أهلا بك سيد أوراغ. يعني الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي صرح بأن بلاده لا يمكنها تأكيد أو نفي المعلومات بشأن غزو روسي محتمل لبلاده. كيف تقرأ هذا التصريح لا سيما بعد الاتصال الذي تم بين بايدن وبوتين؟ طبعا إن المسألة في التشكيك والضبابية بخصوص يعني تطلع روسيا إلى اجتياح الأراضي الأوكرانية دوما كان دوما محل ريب. كل ما في الموضوع أن هناك تهويل وتهييج إعلامي، وخاصة يأتي ذلك من الغرب، خلافا أن القيادة الروسية ووسائل الإعلام المرتبطة بالدوائر الرسمية في الكريملين تنفي ذلك وتؤكد أن روسيا غير ناوية، ليست هناك أي نية لغزو للأراضي أو اجتياح للأراضي الأوكرانية. ولكن في غضون ذلك نجد أن روسيا الاتحادية تقوم بمناورات عسكرية على الحدود الأوكرانية، مثلا مع الآن توجد مناورات مهمة مع بيلاروسيا باستعمال مضادات ومنصات S-400 مقاتلات Su-35 وكذلك أنظمة للتشويش الإلكتروني، طبعا عدا يعني عدد الجنود المقاتلين الذي يفوق 10,000، وحتى في الجنوب، ونقصد هنا مثلا انا اقصد العناصر الروسيه وليس البيرغ. ما يخص الجنوب هناك تطويق لمضيق كيرتش، ونقصد هنا كذلك حوض ازوف وكذلك مناطق في حوض البحر الاسود، وهذا سيعطل للملاحه للتجاره وكذلك عبور السفن الاوكرانيه، ونحن في امس الحاجه الى الامدادات وخاصه بالفحم، لان هناك مساله عويصه مرتبطه بالوقود. وطبعا كل هذا التصريح وكل هذه الحشد اللوجستي العسكري الروسي إن دل على شيء يدل على أن روسيا على الأقل تقوم الآن بحرب ومعارك هجينة، يعني باستعمال ما يسمى بالمعركة الهجينة المرتبطة بالإعلام وكذلك المرتبطة بالتقويض الاقتصادي. وعندما تكون هناك مناورات عسكرية وهناك حشد للسفن، طبعا سفن إنزال يعني لها طابع استراتيجي، ربما تكون حاملة لقطع أو ما يعرف للسلاح الاستراتيجي النووي، كل شيء وارد. هذا يجعل الدولة الأوكرانية في تأهب، يجعل الدولة الأوكرانية قلقة، يجعل الدولة الأوكرانية تنفق الكثير من الأموال، أموال التي كان من الأحسن توظيف هذه الأموال من أجل الأمور المدنية، تحسين المعيشة، حل المسائل الحرجة المرتبطة بالطاقة، أهم شيء الطاقة بالنسبة للمواطن الأوكراني. كل هذه الأموال تذهب إلى دعم ما يعرف خاصة هناك التشريع، يعني تم لسن التشريع بخصوص ما يعرف بالدفاع المدني، تأتي حمولات دعم من الغرب، نقصد هنا الولايات المتحدة وبريطانيا، يقال أنها مساعدات، لكن نفهم أن يجب دفع فاتورة هذه المساعدات لأنها عبارة عن أسلحة، تقنيات، تجهيزات، كل هذا سيكون يعني يقع على كاهل الميزانية العمومية الأوكرانية. لو نأتي من ناحية العملية فالحرب قائمة، ولكن قائمة في البعد الهجين، في البعد النفسي، في البعد الاقتصادي، يعني كل وضيعنا بسبب هذه الحملة، وخاصة الغرب ربما هم يعتبرون استراتيجيين شركاء، ولكن التأويل والتأجيج الإعلامي الذي يأتي من الغرب كذلك أصبح مدمر الاقتصاد يعني أتى على الغرب. سيد أوراغ، يعني باختصار ما الذي تريده روسيا بهذه التحركات؟ هل هي فعلا تذهب إلى نقطة لا عودة لربما الدخول واجتياح حقيقي لأوكرانيا، أم أنها تحاول تخويف الغرب لربما للاستفادة من استحصال نقاط سياسية معينة في هذا الملف؟ طبعا نحن نسمع بتأني وبشكل دقيق إلى تصريحات الرجل الأول في روسيا الاتحادية وهو فلاديمير بوتين. فلاديمير بوتين أكد على أنه في حال أن الغرب لم يذهب إلى تقديم الضمانات الموثقة المكتوبة على الورق كما يقال في القاموس السياسي أو الدبلوماسي الروسي، سنذهب إلى الخطوة الأخرى المتمثلة
في الآليتين، الآلية العسكرية والآلية الفنية العسكرية. يعني ستقوم القيادة الروسية باستعمال الآلية العسكرية الفنية، ربما نشر ربما قوات أكثر والقيام بمناورات عسكرية في حدود ليس فقط أوكرانيا، في حدود المرتبطة ربما كذلك بأعضاء في حلف الناتو في حوض الأسود، ربما سينتقل ذلك إلى البحر الأبيض المتوسط إلى مضيق جبل طارق، وهذا سيكون طبعا رسالة موجهة إلى بريطانيا العظمى. ربما المسألة ستذهب إلى البحار والمحيطات فيما يعرف بالحرب الغير المعلن، ولكن هي موجودة بين الغواصات. والشيء الذي حصل في المحيط الهادي بخصوص الغواصة الأمريكية طراز فيرجينيا، وهي مهمة لديها إمكانيات لإطلاق الصواريخ توماهاك وكذلك ربما أن أصبح مشكلة. فعرفنا أن سفينة شابشنيكوف أظن مارشال الذي قام ب إرغام هذه السفينة وبتهديد طبعا باستعمال القوة وتركها تغادر المياه الإقليمية الروسية. إن هذا النمط من الاستفزاز كما يقول الروس حسب الرواية الروسية ربما ستكون نقطة لانطلاق إلا عودة، نقطة إلا عودة. طيب في هذه الحالة إلى أي مدى تبدو الولايات المتحدة والناتو ويعني بطبيعة الحال الدول الأوروبية مستعدين جميعا لتقبل سياسة لربما الأمر الواقع التي ستفرضها روسيا في هذا الخيار؟ الحقيقة أن روسيا فرضت منطق الأمر الواقع، هذه المناورات العسكرية التي نراها، الخطاب السياسي وكذلك التهديد باستعمال الورقة الأمنية العسكرية أصبح واضحا من الأداء الروسي، وهناك انتشار كذلك للسفن، سفن حربية للإنزال في حوض الأسود، ست سفن، وكذلك هناك إطلاق في نهاية أظن هذا الشهر وبداية شهر مارس القادم، هناك مشروع مناورات حربية باستعمال ما يعرف بالغواصات الحاملة للترسنة النووية، وكذلك ستستعمل الطائرات التي ستحمل الترسنة الاستراتيجية من طراز توبولف. كل هذه الأمور أن روسيا ذهبت قامت بتنفيذ ما هذا طبعا عبارة عن رسائل للغرب، يا إما الغرب سيذهب إلى يترجم هذه المحاولات إلى مسار الدبلوماسي السياسي، هذا من جهة. من جهة أخرى نفهم بأن الغرب، ونحن نتفهم منطق الأنجلو ساكس، فهم دوما لديهم تجربة في التعامل باستعمال الذكاء الحيلة وكل الطرق من أجل الحفاظ على الرصيد، لأن الرصيد الذي حصلوه وهو ضم دول من حلف وارسو السابق وكذلك ثلاث جمهوريات من الاتحاد السوفيتي، أنا أقصد هنا الجمهوريات الحقيقية، هو رصيد دفع ثمنه باهظا كما يفكر وكما ينظر الغرب إلى هذه المسألة. ولكن بوتين يريد أن يرجع بهم إلى المربع الأول إلى 1997 على الأقل، ولكن أظن أنه سيذهب بعيدا حتى ربما يرجع إلى اتفاقيات يالطا أو مؤتمر يالطا أو بوتسدام، الأمور كذلك واردة. تتصورون ما ذلك؟ هذا أن بوتين يقول لبايدن عليك أن توقع على اتفاقية الاستسلام، هكذا يتفهم الغرب. هذا أمر غير وارد، لأن هذه الحالة سيخطئ بالنسبة لبايدن موجة من الغضب من طرف الجمهوريين، لديه كذلك المسرح السياسي الداخلي وهو قابل على الانتخابات في الكونغرس، هذا مزعج كذلك. وطبعا ترامب والجمهوريون والصقور كذلك ينتظرون الفكرة بارد كيف سيستلم بايدن ويقضون عليه. شكرا. الآن كذلك موجود على المحك. إذن كنت ضيفنا عبر سكايب من كييف رئيس شبكة الأوراس الإعلامية لدراسات الاستراتيجية أوراغ رمضان، شكرا جزيلا لك.